طيب بخصوص الهاكر رانك بروفايل، كيف انه انت تجيبه؟ طبعا انت بعد ما تدخل على حسابك بتطلع لك الداشبورد زي هيك، بتروح هنا على بروفايل، بيطلع البروفايل تبعك، بس مجرد انه انت بتنسخ هذا اليو ار ال وبتعمل له سبميت على الجوجل فورم اللي عملت لكم اياه بوست على الجروب. بخصوص الكاجل، تفتح كيرنل من الكيرنلز، تمام، اللي بتكون برايفت بيكون مرسوم عليها قفل زي هيك، تمام، اللي بتكون بابليك بتكون اكسسبل انه زي هيك. فكيف بدك تحولها؟ تفتح زي هيك، هذه عشان هدرافت انه خليني ارجع على واحدة، خليني ارجع هنا، على هاي سبيل، على سبيل المثال في عندك الزر تبع القفل اللي هنا، تمام، بتفتحه زي هيك، عندك في القائمة انه هو بيكون برايفت بتحوله بابليك. طيب لو سمحت يا أستاذ خليك معايا، بدنا نعمل ملخص سريع للمحاضرة الماضية، تمام، وعشان إنه إحنا توقفنا عن موضوع الفاليديشن قديش إنه هو كويس، تمام، فبدنا نعمل ملخص بشكل سريع. المحاضرة اللي فاتت بدينا بالماشين ليرنينج، أنت عندك هنا في الصفحة رابط اللي هو الماشين ليرنينج بلوج، هذا عبارة عن ماشين ليرنينج فور ايفري ون، لو فتحت الرابط ماشين ليرنينج فور ايفري ون، حكينا المصطلح هذا انه فور ايفري ون معنى ذلك انه بيكون شرح المعلومات بشكل مبسط، نعم. حكينا عن مفهوم الماشين ليرنينج وشفنا تاسك المرة اللي فاتت انه على سبيل المثال شفنا طفل صغير عمره 3 سنوات بيعرضوا له صور، فهو بيحاول انه هو يوصف ايش موجود في الصوره، فهذه بتتطلب انتليجنس. وحكينا انه الماشين ليرنينج انه احنا بدنا نعلم الماشين انه هي تسوي شغلات زي هيك، وشفنا ديمو اللي هو الايمج كابشننج، ايمج كابشن بوت او الكابشن بوت، لو دورت عليه على جوجل ايمج كابشن بوت بجيب لك اياه اول نتيجه، طبعا هذا عاملاه مايكروسوفت، بتحط له صورة معينة بروح بوصف لك ايش في في الصورة هذه، يعني على سبيل المثال هاي الصورة، تمام، بحكي لك انه I think it is a sandwich cut in half، ساندويش مقسوم من نص. فهذه عبارة الانبوت بيكون انا عندي عبارة عن صورة، والاوتبوت بيكون عبارة عن وصف لهاي الصورة. فبالتالي هذا هو مفهوم الماشين ليرنينج. وشفنا هنا انه الماشين ليرنينج هو عبارة عن تقاطع لعدة مجالات مع بعض، اللي هو الفيتشرز، الخصائص المتعلقة في البيانات، تمام، الداتا نفسها والفيتشرز المتعلقة بالبيانات والالجوريثمز. طبعا احنا بنشتغل في المنطقة هذه في الداتا ساينس، فبنستخدم الماشين ليرنينج، تمام. طبعا الماشين ليرنينج ايش علاقته بالاي اي والنيورال نتوركس والديب ليرنينج، كل هاي المواضيع ببساطة انه الماشين ليرنينج هو عبارة عن سب توبيك او سب فيلد من الماشين ليرنينج، من الارتفيشال انتليجنس، تمام؟ وجوات الماشين ليرنينج في عندي فرع اسمه نيورال نتوركس، وفي عندي فرع من النيورال نتوركس اللي هو الديب نتورك، حنغطي هاي المواضيع كلها. شفنا الصورة هذه تصنيفات الماشين ليرنينج، حكينا انه الماشين ليرنينج في انا عندي كلاسيكال ماشين ليرنينج اللي احنا شغالين فيها حاليا، في عندي reinforcement، وفي عندي الديب نيورال نتوركس والديب ليرنينج، وفي عندي الانسمبل ميثودز انه انا اجمع اكثر من ميثودز يشتغلوا مع بعض وباخذ كومباينيشن بيناتها، تمام. احنا هنا في الكلاسيكال
خلينا في الكلاسيكال حكينا انه انا عندي supervised و unsupervised بالتدريج. احنا بدينا المحاضرة اللي فاتت بالكلاسيكال حكينا انه supervised و unsupervised. هنا بدي اياك تطلع على اسماء algorithms عندك هنا. ايش الفرق بين السوبرفايزد والانسوبرفايزد؟ السوبرفايزد انا بعطيه الاوتبوت مطبقا جديد زيه، يعني بكون مشرف او بالاحرى بنخلي الماشين تتعلم تحت اشرافنا، يعني بمعنى اخر انه بنقول له خلي بالك انه هاي الانبوت والاوتبوت المفروض نكون زي هيك. الانسوبرفايزد انا بعطيه هو جديد، فبعطيه له انه على سبيل المثال انه بعطيه له انه هذا الاوبجكت وبحكي له انه هذا الاوبجكت عباره عن ريموت، هذا الاوبجكت عباره عن قزازه، هذا الاوبجكت عباره عن قلم، تمام؟ فهو بيتعلم انه هاي الانبوت والاوتبوت المفروض انه هو يكون زي هيك، فبيتطلب انه يكون في عندي تريننج اكزامبلز كثير عشان انه هو يتعلم فيها، سواء كان سوبرفايزد او ان سوبرفايزد بيتطلب انه يكون في عندي تريننج اكزامبلز كثيره. الان سوبرفايزد هو لوحده بيتعلم بدون اشراف، بدون ما انا احكي له انه الاوتبوت كيف المفروض يكون شكله. فبالتالي كيف الاسلوب تبعه بيشتغل؟ بيشتغل انه بروح بتطلع على الفيتشرز للاكزامبلز، فبالتالي الاكزامبلز اللي بتشبه بعض بروح بجمعها في تجميعه معينه. فبالتالي مثال قريب من البزنس انه انا مثلا عندي كاستمرز، فبطلب انه يعمل لي unsupervised learning على الكاستمرز، فايش بروح بسوي؟ بروح بجمع لي الكاستمرز اللي بيشبهوا بعض في عاداتهم الشرائية، يعني على سبيل المثال وفي دخلهم، في منطقة سكنتهم، في الستايل لايف، في اللايف ستايل، وكل هاي الشغلات بروح بحطه في كلاستر واحد بهذا الشكل، تمام؟ احنا بدينا المحاضرة اللي فاتت في الكلاسيفيكيشن. في الكلاسيفيكيشن في عندي أكثر من ألغوريثم، KNN، K nearest neighbors، naive bias، support vector machine SVM، decision trees و logistic regression. بدينا المحاضرة اللي فاتت في decision trees وحكينا انه بشكل مبسط انه اشتغلنا على data set متعلقة بال بالمنازل، تمام؟ وهذه المنازل موجودة في ملبورن في أستراليا، تمام؟ بدنا نجمع نشوف البيانات تبعتها. وهي هنا هاي. فبالتالي هاي simple decision tree بهذا الشكل، هذه عبارة عن نود وهذه عبارة عن نود، تمام؟ بهذا الشكل. فالمرة الماضية رسمت لكم رسمة انه بهذا الشكل، هذه نود بيكون في عندي تفريعة بهذا الشكل، لنفترض انه انا في عندي مجموعة من الاتريبيوتس بدي اسميها A1 A2 A3 إلى آخره. هنا على سبيل المثال إذا كانت الفاليو تبعت A3 أكبر من 10، هنا بده يصير أنا في عندي true وfalse. في حال كان true بدي أفحص attribute ثاني، على سبيل المثال هنا بدي أفحص A1 condition معين، أكبر من يساوي أصغر من، وهنا في هذه الحالة بده يكون برضو نفس الفكرة true false بهذا الشكل بالضبط. فهاي على هاي بنسميهم نودز، وهذه تحديدا الروت نود، تمام؟ وهنا في الاخر بيكون في عندي الليف. في الليف بيكون انا عندي الليبل. ايش هو الليبل؟ اللي هو التصنيف التارجت تبعي. يعني على سبيل المثال انا طالب انه انا اصنف التويتر هذه بوزيتيف او نيجاتيف، فبالتالي هنا الكلاس بيكون اذا كان ترو بيكون بوزيتيف، واذا كان فولس
بيكون نيجاتيف. فمعنى ذلك كيف انا بصل للقرار؟ بروح بفحص A3 اذا كانت اكبر من 10، بعديها بفحص A1 اذا كانت بتساوي 0. اذا كانت ترو معنى ذلك انه التويتا بوزيتيف، اذا كانت فولس معنى ذلك انه التويتا نيجاتيف، وهكذا. ممكن يكون في عندي اكثر من مستوى، تمام. فبدينا المره الماضيه انه احنا نشتغل على الديسيجن تري وشفنا اكثر من شجره، وحكينا انه هاي الشغله انه الانسان اللي بيشتغل في العقارات بيكون عنده خبره فعلا في هذا الشيء. كيف اجته الخبره هذه؟ من كتر البيوت اللي مرت عليه. فاحنا نفس الفكره، بدنا نخلي الماشين نعطيها اكثر من اكزامبلز لمعلومات عقارات، وبتقدر تتنبا بالسعر. بالضبط، هذا الاكزامبل واحد، هذا التست اكزامبل واحد، حيطلع عدد التست كيسز على عدد الليفل، صح؟ عدد التست كيسز على عدد ايش؟ صحيح، عدد المسارات اللي حمشيها على عدد الليفز اللي موجوده انا عندي تحت، تمام. ففي عندك الاكسرسايز هذا اللي ما حضروش المره الماضيه، سهل جدا. هنا بنتعامل مع البانداز، وهي نعمل ديسكرايب للديتا، ملخص بشكل سريع اكثر شيء احنا تعاملنا معاه، انه انت كيف بدك تتعامل مع البيانات. البيانات هذه موجوده بفورمات CSV comma separated values، كيف بدك تحملها؟ باستخدام الباكج الباندا، باندا ريد CSV، وبعدين ديسكرايب. ايش بتعطيني ديسكرايب؟ تشرح لي كل الاتريبيوتس، تمام، بالاضافه ل الكاونت، قديش عدد الفاليوز انا عندي، المين، المتوسط، الستاندرد ديفيشن، المين والماكس، طبعا هنا الفاليو ان بتوين بين المينيموم والماكسيموم. يعني على سبيل المثال هنا الرومز، عدد الغرف اللي موجوده في البيت، المينيموم انا عندي غرفه واحده، والماكسيموم انا عندي 10 غرف بهذا الشكل. فبهنا بيعطيني قديش متوسط الغرف في كل البيوت، تمام، قديش الستاندرد ديفيشن بهذا الشكل. حكينا انه انت تقضي وقت مع البيانات، وعشان انه انت تختار انت ايش بدك تعمل فيد للماشين ليرنينج موديل، هذه شغله مهمه. فعشان هيك بعد ما انت تحل الاكسرسايز هذا، هذا الاكسرسايز يفترض انه انت تحله، تمام. بعديها بدنا نشوف الماشين ليرنينج موديل اللي هو عباره عن الديسيجن تري. حكينا احنا بدنا نختار البيانات تبعتنا، شفنا كيف بدنا نختارها، عملنا دروب للميسنج فاليو باستخدام دروب ان اي، وحكينا الاكسس هنا ايش المعنى تبعه. الاكسس بتساوي زيرو، اكسس صفر معنى ذلك انه هو بيشيل لك الميسنج فاليو على مستوى الصفوف، لو كانت واحد على مستوى الاعمده، معنى ذلك انه بيشوف العمود اللي فيه ميسنج فاليو بيشيله كله. اما زيرو بيشوف الصف اللي فيه على الاقل ميسنج فاليو واحده، بروح بيشيل الصف كله كامل، تمام. وهنا حكينا في الماشين ليرنينج انه الاسلوب الملخص انه في انا عندي الاكس والواي، تمام، واتفقنا انه الاكس تكون كابيتال لانه عباره عن مجموعه من الفيتشرز، عدد من الاتريبيوت، والواي تكون سمول. الاكس هي الفيتشرز، والواي هي عباره عن الكلاس، التارجت كلاس او اتريبيوت تبعي اللي انا بدي اعمل له بريدكشن. فبالتالي البريدكشن انا عندي انه انا بدي ابني موديل بحيث انه انا من خلاله اقدر اتنبا الواي من خلال الماشين ليرنينج الجوريثم، انه اخليها تتدرب على الاكس. والخطوات حكينا، عرفنا الثلاث او اربع خطوات هاي. اول حاجه بدك تعرف ايش هو الماشين ليرنينج الجوريثم اللي احنا بدنا نشتغل عليه، واخترنا بشكل مبدئي الديسيجن تري، الدي 3.
DT decision tree. وبعديها المرحلة الثانية بدي أعمل training باستخدام الميثود fit. إيش بيعطيها الفيت؟ الإكس كابيتال والواي سمول. بقول له خلي بالك هاي الانبوت والاوتبوت المفروض انه يكون زي هيك. اتدرب. تمام؟ وبعديها الخطوة رقم ثلاثة انه احنا بدنا نعمل بريدكت. تمام؟ كيف بدنا نعمل بريدكت؟ بنحط اسم الموديل دوت بريدكت. تمام؟ ممكن نعمل بريدكت لاكزامبل واحد او مجموعة من التست اكزامبلز. الخطوة الأخيرة evaluate. احنا وصلنا لغاية الخطوة هذه المرة الماضية، تمام؟ فبدنا نكمل مع ال evaluate. بدنا نشوف قديش انه الموديل هذا كويس. هنا في ال evaluate بدي ارجع وين؟ على ال exercises هنا. هنا model validation. احنا بنينا الموديل بس مش عارفين قديش الموديل انه هذا كويس. هذه شغلة اساسية جدا. هذا هو شغلك، هذا هو شغلك الاساسي انت كديتا ساينتست، انه يفترض انه انت تعمل فاليديشن للموديل، مش تبني الموديل بس، لا بدك تبني موديل وبدك توصله انه يكون الدقة تبعته جيدة. كيف بدك تعرف الدقة تبعته جيدة ولا لا؟ بدك تعمل له فاليديشن. حكيت في عندنا خطأ شائع انه انت تقيس الاكيوريسي، انه انت بتعمل فاليديشن على التريننج داتا. يعني تخيل معايا انه انا بدي اعمل لك امتحان في الرياضيات ورحت اعطيتك مجموعه من الاسئله وقلت لك انه الامتحان جاي من هاي الاسئله، وانت رحت حفظت هاي الاسئله وجيت والاسئله اللي انت دربت عليها هي نفسها في الامتحان. هل هذا امتحان؟ هل هذا بقيس مستواك فعلا؟ لا. فبالتالي انه انا يفترض انه انا اعطي لك اسئله شبيهه بالاسئله اللي كانت انه انت بتتدرب عليها ولكن انه عمرهاش مرت عليك. تمام؟ فبدنا نشوف الخطا الفادح هذا قديش انه هو مضلل. طيب بدنا مقياس للخطأ. كيف؟ بالضبط. هذا انه انا بدي انا اقيس الموديل بطريقة حيادية، انه انا بسوي زي هيك، بس بالاول بدنا نتفق على المتريك، المقياس. كيف بدنا نقيس انه الموديل هذا قديش كويس؟ خلينا نتفق على المقياس وبنعمل بنطبق المقياس هذا على التريننج داتا، نعمل فاليديت على التريننج داتا اللي هو اتعلم عليها. تمام؟ وبنعمل بالطريقه اللي انت حكيت عليها انه انا بقسم جزء للترين وجزء للتست. حكيت الطريقه اللي احنا بدنا نقيس فيها واحد في طرق كثيره. الطريقه هذه اسمها مين ابسوليوت ايرور او ام اي اي. كيف بقيسها؟ كيف بقيس انه الموديل هذا قديش مقدار الخطا تبعه؟ على فرض انه اجيت لبيت معين، رحت حطيت انه عدد الغرف هالقد، الموقع الجغرافي تبعه هالقد، المساحه تبعته هالقد، وحكى لي انه حق البيت 11100 على سبيل المثال. لكن سعره الحقيقي 11500. فهو قديش غلط؟ الفرقية انه غلط في 400 دولار، انه هو تنبأ انه حقه 11100 وهو حقه الفعلي 11500، فبالتالي مقدار الخطأ 400 دولار، هينات صح؟ نقدر نقول انه هو مقبول، الخطأ هذا مقبول. لكن لو اجينا لبيت حكينا انه 11300 تنبأ لي انه حقه 11300 وحقه الفعلي 16000، قديش الفرق؟ 5000 ايرور كبير، لا مش مقبول. فبالتالي
انت معك مصاري فانت معتبره انه ولا حاجه، خلص اعتبره زي ما بدك. فانت هاجيت كديتا ساينتست لما تيجي تشتغل للزباين تقول له ما ولا حاجه، فك هدول مش بناتنا مش حرزانة. بالضبط. فانا عندي الايرور هو عباره عن الاكشوال ماينس البريدكتد بهذا الشكل. فبالتالي هنا انه على سبيل المثال هنا حقه 150,000 وهو الكوست تبعه 100,000، فبالتالي انا عندي الايرور 50,000. بس هذا الكلام لاكزامبل واحد. طبعا بالضبط، طبعا بالضبط. بس هذا الكلام لاكزامبل واحد. فايش بروح بسوي؟ بدي اروح اعمل افريجنج لكل البيانات. بروح بعمل افريجنج لكل البيانات، متخيل كيف؟ هاي الاكشوال وهنا predicted وهنا error. احنا شفنا المعادلة ل one example، فجينا حكينا انه 11,100 تمام، وكان 11,500. طبعا هنا بناخد الفاليو كابسوليوت، بيهمنيش ماينس او بلس. فالايرور ايش بده يكون؟ عبارة عن الابسوليوت فاليو هذا ماينس هذا، فهذا الايرور 400 دولار. هذا الاكزامبل واحد. طيب الاكزامبل الثاني برضه نفس الفكره، هنا حكينا انه 11,300 وهنا حكينا 16,720. ناخذ 150,000 وهنا 100,000. فبالتالي نقدر نحسب الايرور بهذا الشكل. فبالتالي كل اكزامبل في له ايرور لوحده. طب انا بدي الموديل انه بشكل عام، فايش بروح باخذ المتوسط. فعشان هيك اسم الايرور هذا مين؟ ابسوليوت ايرور. فبروح هذا باخذ له ببساطه المتوسط بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي المتوسط كمتوسط الموديل تبعي بغلط بمقدار 6600 بهذا الشكل. تمام؟ واضح انه الايرور انت بتاخذوش لاكزامبل واحد، بتاخده لعدة اكزامبل وبتاخد المتوسط، لانه ما بينفعش انه انت تاخد تقييم لون اكزامبل تقول جربته وطلع الايرور 400، لا، لازم تاخد للكل وتاخد قديش متوسط الايرور. تمام؟ طيب هجيت كيف انا بقيس الايرور؟ طبعا هذا الكود اوريدي مر علينا، انه هي عندي المسار تبع البيانات، هي حملت البيانات باستخدام الباندا بي دي دوت ريد سي اس في، وبعدين عملنا دروب ان اي للميسنج فاليو على مستوى الصفوف. تمام؟ وبعدها حددنا الفيتشرز، ايش هي الفيتشرز؟ طبعا انا عندي فيتشرز كثيره بديش اخذهم كلهم، خلينا ناخذ الاشياء البديهيه بالنسبه لنا اللي هي عدد الغرف، الحمامات، المساحه واللاند سايز والبيلدينج سايز. لا، اللاند سايز اللي هو المساحه بالضبط، والبيلدينج اللي هو مساحه البناء اللي هو الير بيلت قديش سنه قديش انبنى، واللاتيتود واللانجتود اللي هو خطوط الطول والعرض اللي هو الموقع الجغرافي. خلي بالك هذه تذكر لي اياها كويس لانه احنا حنرجع لها. مكتب العقارات لما يكون موجود فيه البيانات تبعت البيوت ايش بيكون موجود فيها العنوان مكتوب؟ رقم البيت، اسم الشارع، اسم المدينة، والبوستال كود.
مش هيك العناوين دائما؟ تمام؟ مش نظام العناوين انه انت وين ساكن؟ ساكن في 5 شارع جمال عبد الناصر. خمسة رقم البناية. موجودة في غزة. موجودة في حسب البلدية. في البلدية تبعتك مش موجودة. هجت الفكرة في الموضوع، ركز معايا، ركز معايا كويس، لأنه هذه الشغلة أنت مطلوب منك إنه أنت تسويها، وهذه الشغلة اسمها feature engineering. هاي هكتب لك إياها هنا. إيش هو feature engineering؟ إنه على سبيل المثال أنا عندي الأدرس عبارة عن اللي هو النمبر، ستريت نيم، سيتي نيم، بوستال كود، بعديها كونتري. ستراكتشرد ولا لا؟ معنى ذلك انه هل فعلا انه الماشين ليرنينج ممكن انه هي تعمل جنراليزيشن، خليني اعيد صياغه السؤال، تعمل جنراليزيشن على نظام عناوين بهذا الشكل؟ معظم العناوين في العالم انه نفس النظام، ترتيبها مختلف بس كلها نفس النظام، رقم البيت، اسم الشارع، اسم المدينه، الرمز البريد. طب لو حولنا هذا الموضوع لأرقام بحيث إنه الماشين تقدر تفهمها، يعني ذلك إنه معنى ذلك إنه الفيتشر إنجينيرينج إنه أنت بدك تحول هذا الكلام ل longitude و خط طول وخط عرض، فبالتالي بتحول ل numbers والماشين بتحب النمبرز، تقدر تعمل جنراليزيشن. كيف بدك تحدد انه البيت هذا قريب من البيت هذا؟ هل فعلا تقدر تفهم انه والله شارع جمال عبد الناصر قريب من شارع النصر؟ هل في عندها الماشين القدره وصلت لمرحله انه تقدر تميز انه الشارع هذا جنب الشارع هذا؟ لا، لكن بخطوط الطول والعرض تقدر تميز. فعشان هيك دائما وظيفتك انه انت تحاول تعمل فيتشر انجينيرينج وتبسط الموضوع على الماشين بحيث انه تقدر تفسر هذا الاتريبيوت وتقدر تستفيد منه. تمام؟ لانه مكتب العرقارات لما يجي يقول لك لو سمحت يا ساينتست، لو سمحت يا داتا ساينتست، خذ هاي البيانات انا عندي تبعت العقارات، بيعطي لك الداتا رو، يعني بيانات خام لا بيكون مجهز لك اياها، بيكون فيها ميسنج فاليو، في بعض الاتريبيوت بدك تعملها ترانسفورميشن، تحويل. فهي بالمناسبه مر علينا اتريبيوت بدنا نعمل له تحويل، وهذه الشغله مهمه جدا، وهي بدي اياك تتذكرها لما اعطي لك بروجكت على الكاجل. واحده من الشغلات اللي انت بدك تفكر فيها انه انت تشوف الاتريبيوتس، بدي اياك تفتح مخك كويس، تمام، وتشوف الاتريبيوتس انه هذا بيضله زي ما هو، هذا بيلزمه تحويل بحيث انه انت تحصل سكور اعلى في الريزلت بالضبط. تمام؟ طيب فحددنا الفيتشرز، فهنا انه الاكس بتساوي اسم البيانات اوف اسم الفيتشرز، فبالتالي احنا حددنا الفيتشرز اللي بدنا نشتغل معاها. بعد هيك بعرف اوبجكت من الكلاس تبع الماشين ليرنينج موديل تبعي او الالجوريثم اللي هو الديسيجن تري ريجريسور، تمام، وبعمل فيت. في الفيت هنا ايش اديته؟ الاكس والواي. طيب كيف بقيس الايرور؟ هينا بدنا نعمله، هينا بدنا نعمله. هجيت هنا هاي الشغلات بدي اياك انه انت تتعود عليها. هنا بدك تحمل موديل decision tree from sklearn.tree import اسم الكلاس. نعم، فبالتالي هنا في الايفالويشن ايش راح يكون؟ from sklearn من هذه الباكج، السب باكج اللي اسمها متريكس. ايش المتريكس؟ قياسات. في عده قياسات، بدنا نختار نعمل import لمقياس واحد، ايش اسمه؟ mean absolute error. لاحظ انه نظام التسميه انا عندي بالاندرسكور. هي
في لو بدي اكون بدل واحد واحد على الامبورت يعني فاهمين حكيت الامبورت للستار يعني صحيح فانت انا بكون متاكد انه انا عملت انا لازمني هذا بكون عملت امبورت لهذا بدي شغله ثانيه بروح بحط كوما هنا والثانيه وبحط مثلا السم اوف سكويرد ايرور نعم يبقى الخطوه الاولى في الايفالويشن ايش هي انه انت بتستورد المتريكس اللي انت بدك تستخدمها في القياس from sklearn.matrix import mean absolute error الخطوة الثانية انه تخزن البريدكشنز عندك في فيكتور او في object زي ما اخذنا المرة الماضية يبقى هنا البريدكتد هوم برايسز لاحظ النيمينج كونفنشن هذا عبارة عن list بيحتوي اسعار او التنبؤ باسعار البيوت لمين لكل الاكزامبلز هيها اكس يبقى هنا اسم الموديل دوت بريدكت وادينا له كل الداتا سيت هنا انا بعمل فاليديشن على نفس الداتا سيت اللي هو اتدرب عليها برجع بذكرك كيف بدي احسب الايرور بس مجرد انه انا بستدعي هاي الداله ايش بدي له الواي اللي هو الاكشوال والبريدكتد بدي له اياها كفيكتور وفيكتور وهو اللي لوحده بروح بعمل العمليه هذه انه هذا ماينس هذا بياخذ الابسوليوت هذا ماينس هذا بياخذ الابسوليوت وبعديها بروح برجع لك المين المتوسط كيف تستخدم اي بي اي مثلا زي جوجل انه بتدي له الادرس ورجع لي اي بي اي في اي بي ايز كثيره في حتى بايثون باكج تقدر تسوي لك الشغله هاي قديش الايرور انا عندي طلع 434 دولار يعني بغلط بالمتوسط ب 400 دولار في حق البيت اشي كتير مقبول يعني نقدر نعتبره دقيق ولا حاجه ال 400 دولار في التنبؤ بحق البيت بس هذا الكلام غش ليش لانه احنا بنعمل فاليديشن على نفس البيانات اللي تدرب عليه برجع بذكرك مرة تانية زي كأنه أنا بقول لك أنه خد هاي الأسئلة تدرب عليها في الامتحان ورحت جبت لك من نفس هاي الأسئلة في الامتحان هل هو مقياس فعلا لأدائك في الرياضيات قديش أنه أنت مستوعب؟ لا فهذه البروبلم بنسميها إنسان بالسكور إيش يعني إنسان بالسكور؟ أنه بالضبط من نفس التريننج فبدنا نشوف هذا الكلام على out of sample out of sample هذا بيضطرك يعني بيؤدي انه انت تروح تدور على اسلوب ثاني اللي هو ايش انه انت تروح تقسم البيانات انا عندي مجموعه بيانات زي هيك تمام هذه اعتبرها الاكس وفي انا عندي هنا فيكتور الواي مش كتير شاطر انا في الرسم يعني او انه انا مش مستحكم في الماوس تمام هذا انا عندي الواي هذه عبارة عن مجموعة من الاتريبيوتس اللي هو عدد الغرف مساحة الى اخره ايش بروح بسوي في عندي حل من الحلول انه انا بروح بقسم الداتا سيت بقول له خد هاي اتدرب عليها تمام فهذا الجزء بسميه ترين وهذا الجزء بسميه تيست طبعا القسمه هنا للاكس والواي لاحظ الخط هذا وين عملته للاكس والواي جزء للترين خلص خد هذا ابني فيه الموديل وعشان نضمن الحيادية أو الموضوعية في الـ validation التست هذا أنت عمروش شاف الموديل يعني عمروش أنه مر عليه فبالتالي هنا بيعطيني فعلا قديش مقدار أنه الموديل هذا كويس قديش النسب عادة حسب البيانات الموجودة عندك يعني ممكن يكون عندك 70 أو 80 30 20
80 20 حوالين النسبة هذه 75 25 تمام. يبقى هنا السبليت برسنتج انه هاي الترين كنسبة وهذا التست. في ناس بيقسموا تلتين وتلت 66 و33 برضو هاي خليني اكتب لك النسبة هاي 66 و33 او 34 بالاحرى عشان يطلع المجموع. ما انا بقول لك انه حسب البيانات المتوفرة تمام؟ ما انا عشان هيك بقول انه اذا كانت حجم البيانات انه 66 لو كان انا عندي 200 الف ريكورد ال 66% منهم بيعطيني برضه تريننج داتا انه حجمها كتير تمام يا استاذ؟ نعم اعمل له هيك يا استاذ اعمل له هيك ايش يا استاذ؟ لا ما هو انت بدك تدي له اكزامبلز كثير انه هو يتمرن عليها تمام. انا بدي لك المنهج كله انت علمك فيه طول الفصل تمام. فالامتحان بجيب لك خمس سبع اسئله بجيب لك اشكال المنهج لازم انه انت تتمرن على حالات كثيره عشان انه انت تقدر. فعشان هيك انه عاده التريننج بيكون اكبر من التست. طيب لحسن الحظ انه انا في عندي في السايكت لير في عندي كود جاهز بيساعدني انه نعمل سبليت. ايش هو اللي هو هاي اللي هو ترين تيست سبليت. فكيف بدي استدعي فروم اسكي ليرن موديل سيلكشن امبورت ترين تيست سبليت. يبقى هنا هاي مين يحكي لي في البايثون عباره عن ايش؟ لما احكي انه هاي عباره عن داله هاي استدعاء تبعها رجعت اكثر من قيمه صح؟ اه بترجع تابل بالضبط. فبالتالي هنا ايش اعطينا له؟ الاكس كلها والواي كلها تمام؟ واعطينا له هنا الراندوم ستيت. طبعا الراندوم ستيت هنا انت لو ما حطيتهاش كل ران بيعمل راندوميزيشن لحاله وكل مره ممكن يعمل لك تقسيمه مختلفه. لكن هنا لما تعطي له سيد في الراندوم ستيت ايش بتضمن؟ بتضمن انه انت تحصل نفس السبليت كل مره. تلاحظ انه مره احنا اعطينا له السيد 0 ومره 1 بغض النظر سواء كانت 0 او 1 او حتى في الكاجل بتلاقيها انه حاطط لك دائما الفاليو 42. لو انت حطيتها ثبتها معنى ذلك انه انت دائما بتحصل على نفس السبليت كل مره. لو ما حطيتهاش هو بروح بعمل سيد من عنده كل مرة مختلف تعرفوش ايش هو. فبالتالي السبليت بيكون مختلف. واضحة هذه النقطة يا جماعة؟ مفهومة؟ ايش معني انا بالكلام هذا؟ طيب حكيت افترض لي انه ترتيب البيانات انه احنا زي ما شفنا في الباندا داتا فريم انه انا اعطيتها انديسيز مجرد انه للفهرسه. هي هنا 0 1 2 3 4 100 تمام. هل جيت في السبليت هل هو حيعمل سبليت حيجي يقول انه خلص من 0 لغايه هنا هذا حاخده في الترين؟ لا عشوائي. لا حيختار عشوائي حيجي يقول انا حختار 0 في الترين تمام. هذا 1 لا حطه في التيست. 2 ححطه في الترين. 3 حطه في الترين. هذا حطه في التيست وهكذا لغاية لما يحقق النسبة اللي احنا متفقين عليها. هل جيت هذا رن عملنا تشغيل ما اعطيناهوش سيد فبالتالي هو لوحده راح يختار بشكل عشوائي 0 و2 و3 راح اختارهم في الترين.
لكن لو انت اعطيته سيد، لا خلينا نكمل، انه هذا في ران معينه. في ران ثانيه ممكن جدا انه 0 و2 و3 يجوا في الترين وممكن لا، يعني ممكن 3 يجي في التست. تمام، واضح؟ حسب ايش يعني؟ حسب السيد، حسب الراندوم ستيت. هيها عبارة عن باراميتر، لو انت ما حطيتهاش هو بروح هاي الراندوم ستيت بتساوي زيرو. ما دام انت اديتها فاليو كل مرة بتعمل ران بتحصل نفس التقسيمة، تقسيمة راندوم بس نفس التقسيمة. ما حطيتش هذا الباراميتر، لا مش لحاله بحط صفر، بروح بيولد سيد من عنده. تمام، وكل مرة تعمل تشغيل بروح بعمل لك تقسيمة مختلفة. ايش معنى تقسيمة مختلفة؟ يعني في الرن الأولى مثلا على سبيل المثال حط 1 0 2 3 7 10، عملت كمان مرة رن للموديل بروح بختار غيرهم بالضبط. فهجيت احنا عشان نحصل كلنا نفس الأرقام نفس المين أبسوليوت إيرور فبنروح نختار نفس السيد. تمام، زيرو. وضحت يا جماعة؟ واضح؟ أو مش واضح بشوف طريقة تانية ان انا اوصلكم فيها الموضوع. واضح؟ طيب كيف؟ صحيح، بس هنا اهمية انه انا اثبت الرقم انه احنا نحصل نفس الفاليو. نعم. طيب هاي احنا قسمنا، ايش رجع لي؟ أربعة. ليش أربعة؟ اثنين الإكس واثنين الواي. إيش هما الاثنين الإكس؟ ترين وتست، أو بسميها فاليديشن. والواي برضو ترين وفاليديشن. فهي ترين إكس فاليديشن إكس، ترين واي فاليديشن واي. خلي بالك من الترتيب، الإكسات تقسيمتهم بعدين الوايات تقسيمتهم. بنعرف الموديل، نعمل فيت. فيت في هاي الحالة مش بالإكس والواي كل البيانات، لا بالتقسيمه اللي احنا عملناها بالترين اكس والترين واي. الان لما نعمل بريدكشن، نعمل بريدكت لايش؟ للفاليديشن اكس اللي هو للجزئيه هاي اللي هو عمروش شافها. تمام، فبالتالي هنا هاي الفاليديشن بريدكشن. كيف بدنا نقيس المين ابسوليوت ايرور؟ زي ما شفنا ايش بدي له؟ الفاليديشن والبريدكشن اللي هي الاكشوال والبريدكتد. قديش الايرور طلع معايا؟ 264,000. يعني واو واو واو، يعني البيت بالمتوسط بغلط في حق البيت 264,000. يعني هذا الموديل تبعك يعني حاجة نول، حاجة نول. تمام، فاوعك تغلط، اوعك تغلط الغلط هذا، تروح انت تفحص تتعامل مع الزبون اللي انت بتشتغل معه، تتعامل معه انه انت تعمل تيست على التريننج نفسها. تمام، وتقول شغال 100% ما بخرش الميه. تمام، وبيجي هم بيطبقوه. طيب حقيت بدي اترك لك فرصه انه انت تطبق هذا الكلام. حقيت هذه الصفحه خليها لانه انت حتلاقي في عندك مرجع للشغلات اللي المفروض انه انت تعملها امبورت. تمام، هنا عمل موديل فاليديشن بنفسك وورجيني قديش الايرور. Thank you.
المجموعة اللي بتتحدد هناك، ما فيش عنا حدا اللي بيتحدد، كله بده يشتغل. افتح اللابتوب تبعك واشتغل. احنا حكينا انه الراندوم ستيت، احنا في عنا تو راندوم ستيت في المثال اللي هو حكاه. الراندوم ستيت الاولى للديسيجن تري، والراندوم ستيت الثانيه لتقسيم البيانات. ليش هاي الشغلات موجوده عندي الان؟ بالنسبه للديسيجن تري، ليش لازم دائما احدد نفس الراندوم ستيت او احدد فاليو لها؟ لانه في بعض الالجوريثمز اللي بتكون حساسه لترتيب الفيدنج تبعت البيانات في التريننج، تمام؟ فلو رتبت البيانات بطريقه معينه وعملت لها فيدنج للموديل ممكن يطلع لي شجره مختلفه. لو حطيت ترتيب ثاني بيطلع لي شجره مختلفه ثانيه خالص، تمام؟ فعشان نضمن انه احنا كلنا او انت تحديدا انه كل مره تعملي ران تطلع لنا نفس الشجره، فبنحط نفس الراندوم ستيت. هجيت الراندوم ستيت الفاليو تبعتها مش مهم، المهم تثبتيها. ايش يعني مش مهم؟ ممكن تحطي زيرو، ممكن تحطي واحد في بعض الاحيان. يعني هنا لو ورجيتك، هنا decision tree regressor ASCII layer، بدي ورجيك الدوكيومنتيشن تبعه. هنا في الدوكيومنتيشن هنا الحلو في الدوكيومنتيشن انه انا بشرح لي البارامترز كل واحدة، انه هاي الديفولت تبعتها. في الديفولت انه هنا البيست، في الديفولت نان، كل باراميتر شرح لي اياه. لسه الباراميتر هذا الماكس ديبث لسه حنشتغل عليه كمان شوية. فجيد انه انا برضو انه انا اعرج لك على الدوكيومنتيشن تبع الاسكي لير، الالجوريثمز اللي هناك، وتحاول تفهم ايش البارامترز وايش اللي انت ممكن تشتغل عليه. لو نزلت تحت حتلاقي في عندك اكزامبل، تمام؟ هنا في الاكزامبل حاطط راندوم ستيت معينة. في اكزامبل تاني على سبيل المثال لو بحثنا عن ترين تيست سبليت، هذه لو بحثنا عنها ASCII learn انا اشوف في الاكزامبل قديش حاطط الراندوم ستيت. 42. مش مهم الفاليو، مش مهم الفاليو، المهم انه انت تثبتيها حسب ما هو طالب. هجيت ثبتيها معنى ذلك انه كل مره بتعملي تشغيل راح تحصلي على نفس النتيجه. كل مره بتعملي تشغيل، يعني ايش معناته انه كل مره بتعملي تشغيل؟ خليني اعمل لك اياه هذا الكلام هنا. هجيت هذا، مش انا بعمل ران زي هيك، هاي تشغيل. يفترض ان انا حصلت على نتيجة. الان لو ثبتت الراندوم ستيت لو عملت ران كمان مره يفترض احصل على نفس النتيجة. هذا المقصود. فالان بخصوص الديسيجن تري، احنا بنثبت الراندوم ستيت لانه في بعض الالجوريثمز حساسة بالنسبة لترتيب البيانات كيف بتجيها عشان يعمل تريننج. فبالتالي بثبت هاي الشغلة عشان احصل على نفس الشجرة كل مرة. اما بالنسبة للسبلت تقسيم البيانات برضو نفس الفكرة، انه
أنا بدي أحافظ إن أنا أحصل على نفس التقسيمة، تقسيمة randomized، أنا مش عارفها، مش منحازة، ولكن عشان أضمن نفس التقسيمة بروح بحط السيد للراندوم ستيت بثبتها. It doesn't matter how much the value، إنه بغض النظر على الفاليو كانت 0 أو 1 لما تثبتيها بنحصل على نفس التقسيمة كل مرة. طيب نحل الاكسرسايز هذا. هنا نعمل ران للسيت اب بالأول. طبعا هنا بدي اعمل تقسيم للبيانات، فانا عندي ترين اكس فال اكس ترين واي فال واي، وهنا ترين تيست سبليت ايش بعطي له الاكس والواي والراندوم ستيت زي ما هو طلب. الراندوم ستيت هي محدده هنا في نص السؤال، يعني هنا في نص السؤال هو حكي لي انه سبليت يور داتا، وحاكي انه لو سمحت حط لي الارجمنت بتساوي 1. تمام، فهنا صار في عندي تقسيم للبيانات، وهنا بدي اعمل فيت للموديل، بعرف الديسيجن تري وهي فيت ترين اكس ترين واي والراندوم ستيت زي ما هو طلب. ايوه هنا ذكرها فوق انه الراندوم ستيت 1. ليش؟ لانه هنا لما يجي يفحص يعمل تشيك خلص انه هو حاطط في باله تري معينه، تمام، فبده اياك تجيب نفس هذا التري عشان يفحص انه الجواب تبعك صح. بالضبط، نعم بالضبط. فهي هنا بحكي لي انه كوريكت. بعدين الخطوه الثالثه بدنا نعمل بريدكشن، بس وين؟ مش على التريننج، على الفاليديشن. فايش بدنا نسوي؟ انه فال بريدكشن زي ما هو طالب بتساوي الموديل دوت بريدكت، ودينا له الفال اكس، مش الاكس لوحدها، كل الاكس يعني مش كل الداتا، فقط التست بارت، فقط التست بارت. بالضبط، شغل هي كوريكت. بعد هيك خلي بالك في النقطة، في النقطة هذه خلي بالك انه هنا بطلب منك انه انت تشوف نفسك بعينك انه تجيب لي 5 predictions وقديش الواي الاصلية تبعتهم، عشان انت بنفسك بتشوف بالنظر انه هذه قريبة، لا هذه بعيدة. وهنا بطلب منك انه انت فعلا إن تكون فاهم اللي انت بتطبقه بالضبط، مش انه انت بس انه انت بتكتب كود ونسخ ولصق زي هيك. فهنا طالب top few validation prediction، فبالتالي هنا valid prediction مثلا ناخذ top 5، ممكن تاخذ top 7، هذا بالمناسبة ايش فيها check، يعني ممكن تحط القيمة اللي بدك اياها. خلينا احط لك هنا top 7، وهنا بدنا ال actual prices. كيف نجيب ال actual prices من ال val y؟ برضو نفس الفكرة، هنا 7. هنا الآن عشان هيك أنا بحكي إنه للي بيستخدموا كروم إنه أنت عشان تقدر تتبع، عشان ما تتوهش، إنه الكروم بيعكس لك، بحط لك بشقلب لك شمال يمين ويمين شمال، استخدم فايرفوكس. فبالتالي هنا أول قيمة في البريدكتد 186,000، هنا قديش تنبأها؟ 231، فرق كبير. وهذا الكلام انت ممكن تسويه فعليا في بناء الموديل، انه انت تشوف فيو بريدكشنز انه قديش بعاد عن بعض. الثانيه 184 قديش جابها؟ 179، قريبه نوعا ما. صحيح، لا في الليست بريدكشن هي مطبوعه في الاول، هاي عشانها ليست عملنا سلايسنج بهاي الطريقه، مش داتا فريم، هاي مش باندا داتا فريم. هل انت عامل زي فورمات يعني؟ مش فورمات، زي ما اخذنا في الليست سلايسنج، انه انا بحكي له انه لو سمحت اطبع لي من الليست هذه من الاول لغايه العنصر السابع. طب ليش ما طبعش هذيك ليست؟
لانه الفورمات تبعها انه عباره عن داتا فريم، فهذه ممكن انا اقول له انه هيد برضه بزبط معاها السلايسنج، برضه بزبط معاها السلايسنج، الاثنين بزبطوا، لكن الاولانيه بزبطش معاها انه انت تعمل هيد. تمام. فالثانيه 184 179 قريبه نوعا ما، هنا 130 وهنا 122. احنا بدنا المتوسط. شفنا كم من عنصر، شفنا انه بعض العناصر الايرور تبعها كبير، بعض البريدكشنز الايرور تبعها كبير، بعض البريدكشنز الايرور تبعها صغير، فاحنا بدنا المتوسط. كيف بدنا نجيب المتوسط؟ اللي هو المين ابسوليوت ايرور. بنخزنه في متغير، نعمل امبورت اسكيلر ماتريكس امبورت مين ابسوليوت ايرور، وهنا بنعطي له الفاليديشن واي والبريدكشن. تمام. بتطلع انا عندي النتيجه، بنطبعها. قديش طلعت انا عندي النتيجه؟ 296,000. كبير الرقم كمتوسط. الموديل تبعي متوسط الايرور فيه 296,000. يعني متوسط الايرور في سعر البيت 29,000 دولار. كبير. فهنا بدنا نشوف كيف بدنا نحسن الموديل هذا. طبعا انت خلصت الاكسرسايز هذا، تعمل كوميت، بحفظ لك الفيرجن تبعته، وبدك تعملها بابليك. كيف تعملها بابليك؟ بس يخلص هنا بتروح على البروفايل تبعك في الكيرنل وبتفتحها من هنا. كلهم بابليك مر. صحيح. مش عارف اذا تقدر تعمل سيلكت وانه انت تحولهم بابليك، ما مرش علي هذا الخيار. هاجيت هنا تحوله بابليك. بس عشان الزوم انا عندي بقى. ايوه محطوط بابليك. خلاص اوكي سيف. لازم اعمل ايش؟ اد ايش؟ لا لا لا، مجرد انه انت حطيتها بابليك هنا، لو رحت على البروفايل تبعك، ايش اسمه هذا؟ اكسرسايز موديل فاليديشن. هنا روح على البروفايل، روح على كيرنلز، هاي اكسرسايز موديل فاليديشن 2 minutes ago صار بابليك. خلاص كل ما عنده بروفايل على المركز، كل ما عنده بروفايل على الكابل وعلى الدوام بشتغل. طيب قال مين ايش اشتغل؟ طيب ركز معايا لو سمحت، خليك معايا، اترك اللي في ايدك وخليك معايا. لقيت احنا الموديل عندنا سيء للغايه، عشان تكون مدرك الموضوع، عشان هيك بدنا نفهم الاندر فيتنج والاوفر فيتنج كويس، عشان نشوف كيف ممكن نصلح الموضوع. كمان مره باكد عليك، اللي احنا بناخده هذا لسه بينبنى عليه شغلات كثيره كمان، ولسه حندخل في مناطق اعمق. فانت اذا عندك اي استفسار، اي شغله لا تتردد، ارفع ايدك بنوضح، فيش مشكله. هيك انا بفترض انه كله تمام. تمام، تتحملوا كامل المسؤوليه. طيب نيجي الان للاندر فيتنج والاوفر فيتنج. شوف لي الشجره هاي اكم مستوى؟ الروت، وفي عندي كمان مستوى لنود، وفي بعديها الليف، عشان هيك بنحكي انه اثنين. طيب فاكر الشجره الاولانيه
بالضبط مستوى واحد بس الروت نود. طيب هذه برأيك انه احنا لو زودنا المستويات هنا هل ممكن انه يعطيني نتيجة احسن ولا اسوأ؟ احسن. هو بيبقى الخطأ في احسن خبرة. لحد معين ولا طيب حسب المشكلة حاجات بدك تركز انه مش حسب المشكله بدك تركز على مبدا مهم في الماشين ليرنينج. لا احنا ما وصلناش للنيورال نتورك، احنا هنا انه مبدا مهم في الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج بدك اياه يخليه يتعلم فعلا بس بدك تحافظ على شغله اللي هي الجنراليزيشن. بدك تتجنب شغلتين في الجنراليزيشن، الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. فهنا الجنراليزيشن تو افويد، عشان نتجنب الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. شو هو الاوفر فيتنج؟ مش انه انت تتعلم بزياده، انه يكون حافظ مش فاهم. كيف يعني حافظ مش فاهم؟ حورجي لك فيجر هنا. هذا الموديل مفصل على الداتا سيت هاي، داتا سيت ثانيه بقول لك هذه خارج المنهج، ما خدناهاش في الكلاس. شوف لي هاي الرسمة، شايف الموديل؟ طبعا انا عندي هنا تو كلاسز اللي هو الاسرق والاحمر. هاجيت وظيفة الكلاسيفاير انه هو يوجد لك حد فاصل يفصل لك بين الكلاسز. هاجيت الحد الفاصل الجنرال هو هذا، شايفه؟ الاسود بالضبط. في عنده بعض الاخطاء، يعني هنا بقول لك انه فوق الخط ازرق وتحت الخط احمر. هاي النقطة هذه ايرور، بس شايف هنا في نقاط كثيرة جايبها صح، بس هذه تعد من الايرور. تمام، هاي النقطة ايرور. باجي بقول لك لا، الايرور هذا انا ما بديش اياه، بدي موديل بيرفكت 100% 100%. فبتروح بتعمل الخط الاخضر هذا المتعرج زي هيك. فهذه النقاط ضمن الازرق خلص بتروح تعمله تعرج زي هيك، هذه الاحمر بتحطها زي هيك. شايف هذه النقطة الحمراء كيف جابها؟ يعني اضطر انه هو يدخل بالعمق هنا في المنطقة الزرقاء ويحوطها زي هيك عشان انه هو يجيبها. هذا اسمه اوفر فيتنج. ايش يعني اوفر فيتنج؟ انه الموديل يجي مفصل تماما على هذه الداتا سيت، وطبيعه الداتا سيت مع التايم تتغير. طبيعه الداتا سيت مع التايم بتتغير، فبالتالي هنا الاوفر فيتنج بيسبب انه الموديل هذا مش حيكون شغال بشكل كويس. وهذه شغله بتخدع، بتيجي بتقول له انا النتائج تبعتي 99.5. تمام، تيجي بتستعرض عضلاتك بتقول انا عملت موديل بيرفكت 99.5، بس انت بتكون واقع في مشكله الاوفر فيتنج. وهذه على فكره مشكله كبيره في الكومبيتيشنز. في الكومبيتيشنز على الكاجل تيجي بتقول انه انت بتنخدع، بتقول انه والله ظبطت الامور وجبت نسبه عاليه، تمام، بس بتكون واقع في مشكله الاوفر فيتنج. تعال اعمل سبميت، بتلاقي السكور صار فيه دروب بشكل كبير. اوفر فيتنج داتا سيت مش داتا سيت، داتا سيت داتا سيت ثانيه انه فيها ايرور كثير. بالضبط، انت بتكون بالضبط انه انت فصلته تحديدا على هذه الداتا سيت.
الآن لو أنت في البداية كان حاجة مصرية تتعلم الثاني ممكن صح. صحيح احتمال كبير. والسمول داتا سيت هنا انه برضه بيؤدي ل يعني لا 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 كونسبت ثاني اسمه السيجنيفيكانس. ايش معناته السيجنيفيكانس؟ انه على سبيل المثال انه انت تيجي بتقول انه انا موديل واحد تمام جبت فيه 88.3 أو 2 من 10. تيجي بتقول أنا والله عملت improvement، عملت جبت enhancement في موديل 2 وجبت نتيجة 89.3، حسنت 1%. بس هل 1% هذا فعلا significant في small data set؟ لا. ايش معنات انه لما تكون انت عندك انه السيجنيفيكانس انسيجنيفيكانت ان سمول داتا سيتس؟ تخيل الداتا سيت تبعتك عددها 100 اكزامبل وانت رفعت النسبه 1%، معنى ذلك انه انت اللي عملته كل هالستراجل وجاي انت مفزع الدنيا وتقول انا والله عملت امبروفمنت وحاكي في البيبر تبعتك انه significant contribution وبس جايب اكزامبل واحد انه كان ايرور وجبته انه هو صح، بس يا سيدي اعتبرها 500 اكزامبل جبت 5 بس زيادة صح، هاي اللي عملته ونشرت فيه وعملت ومغلب حالك. هدول الخمسة insignificant في الريال ابليكيشن. لما انت تيجي تشتغل في شركات هذا الكلام garbage، يعني garbage. تمام؟ garbage. تمام؟ لا، احنا بنحكي في قضيتين مختلفتين. القضية الأولى الأوفرفيتينج، والقضية الثانية إنه أنت تيجي تشتغلي على سمول داتا سيت وتجيبي نسبة عالية وتنخدعي في الموضوع. النسبة العالية هذه في ريال أبليكيشن بتنفعش. يكون مفصل بالضبط على ايش؟ على الداتا سيت اللي هو تدرب عليه بالضبط. تجيبي له اي اكزامبل عمره شافه قبل هيك بقول لك لا بعرفش هذا خارج المنهج وبعمل لك بريدكشن غلط. تمام؟ حكيت لما تكون الداتا سيت سمول احتمال انه يصير معك اوفر فيتنج كبير لانه الداتا صغيره اصلا، وانه انت تفصل عليها الموديل تحديدا انه سهل جدا، هي شويه فيو اكزامبلز خلص بتحفظ الكيسز تبعتها. هل انت بتطبق مفهوم الجنراليزيشن؟ انت ابعد ما يكون عن الجنراليزيشن في السمول داتا سيت والاوفر سيت والاوفر اوفر فيتنج. نعم تمام، واضح مفهوم الاوفر فيتنج؟ واضح. فبالتالي الاوفر فيتنج هنا في الديسيجن تري انه يكون عندك الشجرة الدبث تبعها. احنا وين كنا؟ الدبث تبعها انه الدبث تبعها كبير. واضح يا شباب؟ في الاوفر فيتنج في الديسيجن تري تحديدا معنى ذلك انه يكون عندك التري الدبث تبعها كبير. لما يكون الدبث تبعها كبير معنى ذلك انه انت فيري سبيسيفيك، يعني مفصل على الداتا سيت هاي تحديدا. يعني في عالي كل ما زاد الدبث بالضبط. احنا بدنا شجره مش الدبث تبعها كبير عشان ما يصيرش اوفر فيتنج. طيب لو قللنا، طيب احنا لو اتجهنا بالاتجاه المعاكس الاكستريم، الاتجاه المعاكس المتطرف كمان انه زغر الشجره قدر الامكان، حيصير معاك العكس اللي هو الاندر فيتنج. يبقى هنا ملخص هذا الكلام اسجل لك اياه في نوت في الديسيجن تري، انه لما يكون الدبث
is large تمام بيؤدي ل انه يكون يصير معك اوفر فيتنج. في الديسيجن تري تحديدا لما يكون الدبث حيصير معك اندر فيتنج. ايش يعني اندر فيتنج؟ معنى ذلك انه فعليا هو مش متعلم، مش متعلم. يعني انت خليني اوري لك الشجره الاولانيه هاي. ايش هو اللي بيعتمد على الحجم؟ لا هذا باراميتر في الالجوريثم نفسه في الديسيجن تري. انت عندك الماكسيموم ديبث بياخذ باي ديفولت، انت ممكن تزوده ممكن تنقصه. لو زودته بشكل اكستريم بيصير معك اوفر فيتنج، خلي بالك لو قللته بشكل اكستريم بيصير معك اندر فيتنج. حاجات هنا لا مش الديفولت احسن واحد، بدك تعمل باراميتر تونينج. حاجات حنشوف كيف. حاجات شوف الشجره هاي، الشجره هاي لو انت اطلعت انت بس بتطلع على فيتشر واحد اللي هو قديش عدد الغرف. هل فعلا عدد الغرف بيحدد قديش حق البيت؟ لا، لازم اعرف الموقع، لازم اعرف المساحه، لازم اعرف قديش في كم حمام فيه. فبالتالي هنا اندر فيتنج تمام. فنرجع للرسمه هنا، خلي بالك هنا التري ديبث وهنا المين ابسوليوت ايرور. في الاثنين انت عندك بيجيل، خلي بالك يعني انت هنا كل ما زاد الدبث تبع الشجره الايرور بيقل تمام. هذا الايرور تبع التريننج وهذا الايرور تبع الفاليديشن. الايرور تبع التريننج طبعا بطبيعه الحال اقل من الفاليديشن. الفاليديشن على تيست داتا سيت انت ما شفتها بالضبط. حكيت هنا لاحظ انه الايرور في الفاليديشن ايش بيكون؟ عالي، بعديها بقل، بعديها برجع بعلى. عالي بقل انه انت لسه في مرحله الاندر فيتنج، بتقلل الايرور لغايه المنطقه هذه انت وصلت للبيرفكت موديل، بعديها بديت تزود الدبث، بديت تصل لمرحله الاوفر فيتنج. صحيح. هنا انت بتجرب دبث مختلفة تمام، بتشوف الدبث اللي جاب لك اقل ايرور، فبالتالي انت بتحدد انه هي البيست تري، هي البيست ديسيجن تري. صحيح، وهذا اللي احنا حنشوفه في الكود كمفهوم. اندر فيتنج اوفر فيتنج مفهوم تمام. كمان مرة لاحظ الكيرف هذا في الفاليديشن تحديدا، سيبك من التريننج، التريننج حيضله انه يقل باستمرار، لكن في الفاليديشن بيقل لغاية نقطة معينة بعديها بيرجع بيزيد. المنطقة هذه اندر فيتنج، المنطقة هذه اوفر فيتنج، احنا بدنا نجيب اقل ايرور بالضبط. البيرفكت موديل بيكون في هاي المنطقة. فعشان هيك في الكود ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعرف حاجة اسمها utility function أو helper function. هذا المصطلح مر عليكم؟ utility function أو helper function. function بالضبط، عشان أنت تقلل الكود أنت عندك، بتروح إنه أنت الإشي اللي أنت بدك تسويه بتحطه في function وبتستدعيه هناك. إيش الـ function هذه بتاخد؟ maximum leaf node. زي الايش؟ مش هيلب، لا يوتيليتي فانكشن بتعملها وبتستدعيها. فانكشن بتعملها وبتستدعيها اسمها get ام اي اي. ايش بعطي لها؟ باراميتر في الديسيجن تري اللي هو الماكس ليف نودز والترين اكس والفال اكس والترين واي والفال واي. بعرف الموديل ايش بعطي له هنا؟ غير الراندوم ستيت اعطيته باراميتر جديد كان محطوط الديفولت، ف
فهنا حطيت له القيمة اللي أنا مررتها في الدالة هاي. نفس الكتابة زي زي ان السيلف دوت نيم بتساوي النيم، نفس الفكرة. بعمل فيت، تمام، بعمل بريدكشن، بحسب المين ابسوليوت ايرور، بعمل له ريتيرن، تمام. يبقى وظيفة الفانكشن هذه شو بعطيها؟ بعطيها البيانات باختصار، وبعطيها الماكس ديبث، وتحسب لي المين ابسوليوت ايرور بناء على هذه المعطيات. وين بنستدعيها؟ هنا. هنا بروح بعرف، بعمل لوب فور ماكس ليف نود، هذا عباره عن iteration variable n، خمسة، خمسين، خمسمية، خمستلاف. هذا عبارة عن باراميتر اللي هو الماكس ليف نود. يعني كل مرة حجرب أعمل رن خمس مرات، المرة الأولى الماكس ليف نود حتكون خمسة، المرة الثانية خمسين، المرة الثالثة خمسمية، المرة الرابعة خمستلاف. وبدنا نجيب الموديل اللي له أقل إيرور، تمام، في لوب. يبقى هنا جوات اللوب ايش بنسوي؟ بنروح نستدعي هذه الهيلبر فانكشن، تمام، وبروح بنطبع قيمة الماكس ليف نود، هذا بس مجرد انه فورماتنج، بالاضافة للايرور تبعها. فلاحظ هنا هاي، هذا بدنا نقول لك اياه هنا ايش بيقول لك؟ انه لما كان الماكس ليف نود 5 كان المين ابسوليوت ايرور 347، لما كان 50 نزل ل 258 قل، لما كان 543 بعديها رجع طلع ثاني. كيف بالضبط؟ كيف؟ صحيح، هذا الكونسبت العام. انت هنا ممكن تفصل اكثر، يعني هنا في الايتريشن بدل ما تقول له 55 ممكن انت تضيف عشرات او ممكن تضيف مئات. يعني هنا انت عندك من 500 ل 5000 قفزه كبيره، فممكن انه انت تفصل. بالضبط بالضبط. فبالتالي هذه شغله انه تعملها انت على الـ على الكلاود انت عندك، وبتسيبه يشتغل عادي، بتجرب 500 موديل، 500 ديسيجن تري، وبتجيب البيست. صحيح، ممكن تفحص بين ال 50 وال 500. خلينا نشوف انه ال 50 قديش كان. هل انت متوقع انه ممكن انه هو يقل اكثر من هيك، يعني يكون اشي مقبول؟ يعني الايرور، اقل ايرور انت جبته لغايه الان هنا 500، انت حتجرب لسه كمان، بس انت جبته 243,000، حاجه بالالافات، بمئات الالاف، 243,000 لسه كبير الايرور. بدي اياك تسجل هنا عندك ملاحظة مهمة جدا، عشان انه انت بس مش تكتب كود وبس، انه كل الجوريثم احنا لسه اشتغلنا لغاية الان الجوريثم واحد، كل الجوريثم فيه له باراميتر خاصة فيه، وبدك تعمل تونينج للباراميترز هذه، اكثر من باراميتر. هذا الهدف، هذا الهدف. انا ورجيتك هنا بس كيف تعمل تونينج لباراميتر واحد. يبقى هنا في كل ماشين ليرنينج الجوريثمز، في كل ماشين ليرنينج الجوريثم بدك تشوف ايش هي الباراميتر، ايش هي الباراميتر، تمام، وتعملها تونينج. ممكن يكون تو باراميترز، ممكن يكون تري باراميترز، والموضوع ترايل اند ايرور بهذا الشكل. بالضبط. فهلقيت احنا لسه حناخد الجوريثمز ثانيه كثير، كل الجوريثم بدك تشوف ايش الباراميترز تبعته وتصير تفكر كيف بدك تعملها تونينج. اللي هو الماكس ليف نود، الماكس ليف نود بالضبط. لانه هنا
هذا الديسيجن تري ريجريسور طلع على الباراميتر، عشان هيك الدوكيومنتيشن مهمة. هاي افتحيها هنا، ايش باراميتر؟ اللي هو الكريتيريون اللي هو ام اس اي. في عندي اكثر من كريتيريون هنا، السبليتر بيست، في عنا عندي الماكس ديبث والماكس ليف نود. هاي اللي احنا عملنا له تونينج. لسه انا عندي باراميتر تاني متعلق في الديبث، في الديبث هاي لسه ما عملتوش، فممكن اجرب برضو تو باراميترز. كيف؟ ممكن تصير افضل. هي الموضوع برضو ترايل اند ايرور، ترايل اند ايرور. خلي اعملها في لوب وبتشوف مين هو البيست. كيف؟ ما احنا حكينا قبل هيك انه مثلا عندي رومز وعندي مثلا اللاند سبيس، هذه باعتبارها هي ليبس، انا هيراركس مستويات. صحيح. يعني ماكس ليبس رومز حتلقى شروط اللي انت بتحكيها 50 و500 بس حتلقى شروط. لا. مش في decisions. لا لا، النود بتكون شروط، اما الليفز بتكون هي عباره عن التارجت تبعي البريدكشنز. هاي شوف الشجره، الشجره فبالتالي هنا هذا عباره عن decision لاتريبيوت، انه قديش عدد الغرف. هنا عباره عن بريدكشن للبرايس، فهنا بقول لك انه البرايس 188000. فجيت هنا على حسب عدد الليف نود انه ممكن يكون في عندك تفصيل لتنبؤ باسعار معينه. كل ما قلت فانت بتتنبأ في رينج اسعار اقل، كل ما زادت تتنبأ برينج اسعار اكثر. بس بدكش انه انت تكتر كثير تقع بالضبط، انه بدك شيء وسط، الوسطيه كويسه. تمام؟ طيب. هو المفروض منطقي يعني. جزء الاوفر فيتنج، مش فاهم ليش يعني المفروض انه كل ما زاد الاسيشنسي طلع ما فيش اضافه يعني ما يصلش. انت تخيلها انه انت كل ما زودت الحجم تبع الشجره، الدبث تبعها والليف نود، انت فعليا قاعد بتخلي الشجره هذه مفصله بس على الداتا سيت هاي. انت في البيانات ممكن انه انا عندي بيانات لعقارات، هاجيت انبنى عقار في مكان مش موجود انا عندي، فلو اجا ومررته على الشجره ممكن يعمل لي تنبؤ لبرايس كتير بعيد. ليش بقول لك؟ انه حسب اللي انا تعلمته، حسب ما انا حافظ بالاحرى، بيجي بقول لك انه هي السعر. هي معناته انه هي مفصله عليه. هاجيت انت بدك انه تكون صحيح انه الشجره كبيره، خليني احكي لك انه big enough بحيث انه تعمل generalization، بس مش انه تكون كبيره كتير. هاي اللي بدك تستوعب. طيب خلينا بعد ما فهمنا هذا الكلام، خلينا نطبق هذا الكلام عملي بعد البريك. تمام. طيب هذه السيت اب. تمام. وهنا compare different tree sizes. طبعا هو طالب مني اجرب 5 25 50 لغايه ال 500. حكيت هاي بدي اعتبرها as a search problem. as search problem. ايش المطلوب منها مني فيها؟ انه انا بدي اوجد المينيموم ايرور وبدي اجيب الماكس ليف نود المقابله للايرور هذا. فايش رحت سويت؟ رحت عرفت المينيموم ما مين ابسوليوت ايرور، انه انا جبته لاول عنصر اللي هو هيو الكانديديت ليف نود اوف الزيرو، وديته لترين اكس والفاليديشن اكس والترين واي والفاليديشن واي.
واعتبرت انه البيست اندكس زيرو. دائما انت عندك في السيرش في المينيموم والماكسيموم ممكن تعتبر انت عندك اول عنصر في الليست انه هو المينيموم او الماكسيموم، وما تقلقش من هاي النقطة بالمرة، لانه لو في مينيموم اقل منه او ماكسيموم اعلى منه هتلاقيه. كمان مرة خلينا نركز بس هنا على المينيموم. هنا في السيرش في المينيموم، هذا كلام برضو بينطبق على الماكسيموم، لو انت اعتبرت انيشيالي انه المينيموم اول عنصر ما تقلقش من هاي الشغلة. ليش؟ لانه لو في عنصر اقل منه هتلاقيه، ما كانش عنصر اقل منه خلص بضله زي ما هو انه هو المينيموم. فعشان هيك عرفت المينيموم مين ابسوليوت ايرور بتساوي، استدعيت هذه الدالة وديته الماكس او الكانديديت ماكس ليف نود زيرو اللي هو حيكون 5، بالاضافة للترين والتست للاكس والواي، واعتبرت انه البيست اندكس زيرو. عشان هيك انا عندي في الفور بديت ان الرينج انا عندي من 1، لانه خلص اول عنصر جبت له المينيموم وهي الاندكس تبعه موجود انا عندي، فعشان هيك انا بديت اللفة تبعتي من 1 مش من 0 لغاية اخر عنصر في الليست. بنجيب الايرور لهذا العنصر اللي هو candidate max leaf node of i، تمام، وبنروح نفحص اذا كان هذا الايرور اقل من المينيموم، ساعتها المينيموم بيصير هذا الايرور والبيست اندكس بيصير الاي. خلاص انتهت البروب. فبالتالي انت فعليا بتلف، لو تحقق الشرط انه انت لقيت اقل ساعتها تعمل ست لهاي الفاليوز. فالان البيست تري سايز هي عباره عن الكانديديت ماكس ليف نود اوف البيست اندكس، وبتعمل تشيك بيقول لك انه هو كوريكت. الان انا بتحلل لك اياها هاي بطريقه مختلفه، هاي بدي اعمل ايديت. فهاي انه انا استخدمت ليست، او عفوا استخدمت انه initial variables اللي هو المينيموم مين ابسوليوت ايرور والبيست اندكس، صفرتهم او عملت لهم initial value انه هم اول عنصر زي هيك. ممكن هذا كله اعيده زي هيك، واخلي هاي انه هنا اضيف سيل ثانيه، وهذا الكلام انا ما اسويهوش. هنا بدي اعرف، لا مش من الصفر، مش نفس الحل. هنا بدي احل بطريقه ثانيه باستخدام ديكشنري، تمام. الديكشنري حيكون انا عندي الكي هو عباره عن الماكس ليف نود والفاليو هي عباره عن الايرور، بتساوي هنا ديكت، هاي ديكشنري فاضي، تمام. فبالتالي هنا بدي اعمل iteration على two lists او على list واحده، اوكي. وهنا بدي اجيب الايرور، خليني اوكي ارجع هاي. وهنا بدي اضيف في الديكشنري ايش بدي احكي له؟ اوف ال الكانديديت اوف الاي بتساوي هذا الايرور، تمام. حقيقة بدي اطبع لك هذا الديكشنري عشان تشوف كيف شكله. وهنا شي كيف شكله، هاي 5 الماكس ليف نود 5، هاي الايرور تبعها الماكس ليف نود 25، الايرور تبعها هيو، وهكذا تخزنت انا عندي كل ماكس ليف نود بالايرور تبعها. الان بدي اجيب المينيموم. طبعا المينيموم ممكن اعمل سورت للديكشنري، فهي print sorted
هذه بيلت ان فانكشن في البايثون سورتد، ودي له الدكشنري. بس هو فعلا اوريدي سورتد، لانه اصلا هو بيعمل سورت على الكي مش على الفاليو. يعني هنا بالضبط ايش رجع لي؟ 5 25 50 100، بديش انا هذا الكلام. نعم ايوه 5 25 نفس الترتيب بالضبط. فاحنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعكس. ايش بدي اقول له؟ اعمل لي سورت، عبي لي في ليست فاضيه في كي الفاليو والكي، عكس بدل ما هم كي وفي، الكي والفاليو، فور كي فاليو ان ام اي اي دكت دوت ايتمز. حكيت هذا دوت ايتمز ايش بيرجع لي؟ الكي والفاليو، هيو حطيتهم مرتبات زي هيك. هنا رحت عكستهم بالضبط، تمام. فايش بحكي له هنا؟ انه بدي العنصر زيرو. خلينا نطبعهم كلهم عشان تشوف بالاول. لاحظ ايش كيف رتب لي اياهم؟ رتب لي اياهم حسب الفاليو. شوف لي الفاليو هاي قديش؟ 27000. هاي 27282، هاي 27450، هذه 27893. يبقى رتب لي اياهم ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، تمام. هنا 29000، هنا 29000، هنا 35000، بهذا الشكل. الان ايش بدي اجيب؟ نتيجة السورتد بدي اقول له العنصر اوف الزيرو، بيجيب لي اصغر واحدة، هاي 100. بنقول له بدنا نجيب الكي، تمام، كمان اوف الواحد 100. هذا الكلام بنخزنه في فاليو هنا. البيست 3 سايز وهذه هيك، وهنا بنشوف التشيك مظبوط ولا لا. كوركت، واضح. هذا ديكشنري مع تابل بالما، يعني شوف هاي تابل اكس بتساوي 3 و4، او هاي 5 طلعت معي. اكس اوف الزيرو، اكس اوف الواحد. فهجيت الناتج انا عندي كان عبارة عن تابل، تمام، اللي هو كيو فاليو. فبقول له انه انا اول عنصر، تمام، هي عبارة عن الكيو والفاليوز لكل الايرورز، تمام. بدي الفاليو اللي هو عبارة عن الماكس ليف نوت اللي هو اوف الواحد.
فسواء عندك الطريقة هاي، هاي هالتشيك تبعها correct، انه عبارة عن for loop عادية بس بدي اعمل initialization ل two variables قبل ما ادخل اللوب، او استخدم dictionary هنا. والفكرة هنا في الدكشنري انه انا بدي اعكس الكي والفاليو عشان اجيب المينيمو. جرب الـ MAE عند 70 اجرب ايش؟ 70 شيء 15 زي نعم جرب عند 70 بيطلع اقل؟ جرب منهم 10 فعلا هو جاب انه 70 اقل شيء. فعشان هيك هاي اللوب او هاي انت ايش ممكن تسويها؟ انه تحط فور رينج وتجرب عشرات. كيف بدك تجرب عشرات؟ هاي هذه بتعملها زي هيك، وهذه بتعملها كومنت، وهنا بتقول انه عبارة عن ليست، وهنا رينج بيبدأ من 5 ولغاية 500 والستيب 10، وهنا اطبعها تاخذ وقت اكثر ما هي على الكلاود. شوف قديش انه بجيب لك الفاليو 65. طب تعمل ستيب 3؟ لا لا ستيب 1، هاي الستيب 1 هاي طول شوي هيك. واحد وسبعين. واحد وسبعين. انت هيك يعني فعلا فحصت بأكبر دقة. نعم. نص. فهاي بدنا نرجع كل حاجة زي ما كانت. وهاي تمام. وبعدها هنا طالب اخر حاجة انه اعرف الفاينل موديل، مش احنا جربنا عدة موديل، بدنا الفاينل. الفاينل بالبيست باراميتر، ايش الباراميتر تبعي؟ اللي هو ماكس ليف نود. تنساش تحط اسم الباراميتر بيساوي البيست فاليو اللي احنا جبناها، تمام. وتنساش الراندوم ستيت زي ما احنا تعودنا عليها. وهنا طالب خلي بالك تعمل فيت لاول داتا، كل البيانات، تمام. فهنا هاي التشيك تبعها انه هي كوريكت، خلاص هيك ساعتها بتقدر تعمل كوميت وهو اوريدي بابليك. لا محطوط برايفت، نحطه هنا ولسه ما خلصش. ايوه بابليك. اوكي شباب، ضايل اخر نقطة بدي احكي لك اياها، نقطة مهمة جدا. هاجيت هنا ان عملنا train test split، قديش النسبة؟ مين يقول لي قديش النسبة؟ هنا مش احنا اتفقنا عملنا نعمل split للترين والتست؟ قديش نسبة للترين وقديش نسبة التست؟ هنا مبين اشي في الباراميتر؟ كيف بدك تعرفها؟ كيف؟ كيف بدنا نعرفها الديفولت؟ في داتا بروح على الدوكيومنتيشن، رايت كليك، سيرش،
في الدوكيومنتيشن تبع الكاجل تبع الاسكيلان. عشان هيك انا هاي كتبت اسم الميثود. خليك معي يا استاذ. كتبت اسم الميثود وهي اسكيلان بيجيب لي اياها اول نتيجه. وبدي اياك تقرا كويس. هذه فيرجن 16. اوكي ممكن انه هذه سورس فورش. نفتح اوفر فلو. اوكي بنفتح السايت احسن مباشره. اسكي هاي السايت. هنا ممكن تبحث عن الداله مباشره هنا في السيرش بيجيب لك اياها. هي الليتست دوكيومنتيشن. هذه احدث واحده في شيء احدث منها. تمام. فهنا بحكي لي انه انا بدي له اري بالاضافه للاوبشنز. ايش البارامترز انا عندي هنا؟ التست سايز الديفولت نان والترين سايز والديفولت نان. طب قديش النسبه؟ اقرا كويس. بيجي بحكي لك هنا بقول لك اذا الترين سايز اذا كانت هذه اصلا نان والترين سايز برضه نان ساعتها حيعمل ست للتست انه 25%. فيعمل تقسيمه انه 25% للتست و75 للترين. بحثك دائما انه انت ترجع للدوكيومنتيشن تبع الاسكيلان عشان تعرف كيف صحيح. بس احنا عشان انه يثبت معك حل الاسئله يقول لك انه كوريكت خلاص خليك على هذيك. بس انت في شغلك بدك تتعلم انه انت تعرف ايش هو الديفولت باراميتر وكيف انه انت تغيره. هجيت لو بدك تغيره بس بتمرر باراميتر انه ترين سايز وبتحط له 80.8 تحطه فراكشن لانه هي بقول لك الفاليو تبعته بين الزيرو والواحد. 0.8 يعني 80%. تمام. هيك احنا بنكون خلصنا انه انت كيف تعمل تونينج للباراميتر. وبدنا ننتقل المره الجايه ان شاء الله للراندوم فورست. ايش الراندوم فورست؟ ايش الفورست؟ غابة. كبشة شو جاي؟ كبشة اشجار. لا هي بدها تكون تري اوف تريز. شجرة من الشجيرات بتكون انه هو بدنا نحصل نتائج احسن باستخدام هذا الموضوع. فبالتالي هنا حناخذ ثاني الجوريثم معنا بالاضافة للديسيجن تري اللي هو الراندوم فورست. مستخدم كثير وبجيب نتائج كثير كويسة. محاضرة جاية إن شاء الله.